حاصلة على العديد من الشهادات وعضو في مراكز تطوعية مختلفة ومتفوقة في الدراسة. سارة المازمي أحدى فتيات الشارقة المبدعات، والتي سوف نعرض لكم قصة تفوقها في التقرير التالي. سارة المازمي ابنة الشارقة ذات المواهب والمهارات المتنوعة، أبدعت وأثبتت تميزها في العديد من المجالات، ونحن اليوم في ضيافتها لنتعرف على أهم المجالات التي تفوقت فيها. سارة المازمي إحدى أعضاء سجايا فتيات الشارقة، بدأت مشوارها الإبداعي منذ الصغر، انطلاقاً من مشاركتها في العمل التطوعي لتثبت لنفسها ولجميع جيلها أن التطوع لا يقف عائقاً أمام التفوق، فهي قد أتمت درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من أمريكية الشارقة مع استمرارها في العمل التطوعي. أنا بديت بالعمل التطوعي من عمر صغير، وأيضاً مع سجايا فتيات الشارقة، وبعدها مع مؤسسات مختلفة وعديدة، ودائماً أحب يعني أحتفظ ببطاقة تعرف يعطونا، ولا شهادة، ولا حتى صورة من العمل التطوعي. في أعمال تطوعية مميزة شاركت فيها، اللي هي برلمان الطفل العربي، كنت كمنظمة في هذا البرلمان، ملتقى أطفال العرب، أيضاً تطوعت كان يكون لجنة تحكيم في سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي. وفي أعمال تطوعية ثانية مميزة، وأنا دائماً أعشق التطوع يعني، وإن شاء الله أستمر. من أبرز إنجازات سارة أيضاً انضمامها لمجلس شورى شباب الشارقة، المنبر الذي يعطي للجيل الصاعد فرصة مشاركتهم أفكارهم واقتراحاتهم وهمومهم الشبابية. ما بين 80 عضو تم اختياري أنا أني أنا أكون أمين سر هذا المجلس، فهذا شرف كبير بالنسبة لي، وتجربة يعني نادرة لنا نحن أبناء الشارقة، يعني تجربة برلمانية ونحن بعمر 16 سنة، هذا شيء يعني حصري، وحصري لنا نحن يعني أبناء الشارقة، فهاي تجربة مميزة ويعني دائما أعتز فيها. ثانيا هي لما كنت متحدثة في تيدكس القراين في الشارقة، هذا حدث عالمي. المحيط الأسري والجو العائلي كان عاملا أساسيا في بناء شخصية سارة، فثقة الأهل والأسرة جعلها شخصية قوية قادرة على العطاء والمشاركة في العديد من المجالات. لما دخلت الثانوية بدهني هذا الخوف ما بين الدراسة وما بين كل الأنشطة اللي أنا أبغي أسويها، كنت أبغي أحافظ على تفوقي الدراسي، ونفس الوقت أبغي أستمر بالأنشطة والفعاليات هذه كلها اللي أنا أسويها. فهني أذكر أمي ومعاها هذا الملف، هذا الملف في كل شهاداتي من وانا صغيره، يعني شهادات التفوق من انا صف اول مع شهادات الانشطه الثانيه، فراويتني وانت صغيره قدرتي يعني، فليش ما بتقدرين الحين؟ المتطوعه والمتفوقه ساره المازمي، وخلال لقائنا بها وجهت نصيحه لجميع الطلبه واولياء امورهم بان مراكز الاطفال والناشئه والفتيات الى جانب المراكز التطوعيه لا تقف حاجزاً أمام النجاح والتفوق في الدراسة، بل قد تكون سبباً في التفوق في المجالين. نصيحتي للشباب اللي بالمرحلة الدراسية هذه، هو مو اختيار يا تفوقي الدراسي أو يا هذه الأنشطة والفعاليات العمل التطوعي، بالعكس تقدرون توفقون بين الاثنين. أكيد محتاج مهارات تنظيم وقت وهذه الأمور، ولكن المؤسسات هذه نفسها جاية ومؤسسات ربع قرن كلها هي داعمة لنا نحن. هذه الكلمات التي كانت ختام لقائنا بابنة الشارقة التي صقلت عائلتها شخصيتها وعززتها سجايا فتيات الشارقة، وقبل ذلك كله شغفها وطموحها.